يا وسام ما فام لي، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من موسيقى الزنقه. كنعتذر حيت ما درتش الفيديو ديال العيد بحكم ضيق ديال الوقت، هذا راك عرفتوا الروينه ديال العيد كيفاش كتكون. المهم في الحلقه هذه اللي سمعتوا والحاولي ولا شي لعيبه راسي نو غمار، ما كنصورش الاستوديو بطبيعه الحال. ومبروك عيدكم وتكيسوا شويه، تكيسوا ما تبقاوش اللحم في الغداء اللحم في الفطار. المهم بغيت نهضر معكم شويه قبل ما نبدا البرنامج. سنايبرز انا عارفكم دابا درتوا لايك، ولكن الناس اللي باقي ما داروش لايك ما تنساوش ديروا لايك. خلينا نبداو البرنامج ديالنا. مونز لاح واحد التصويره في الانستغرام ديالو وقال باللي كيوجد واحد الفيديو كليب وفي الغالب غيتلاح من ورا العيد. من ورا العيد كاينين بزاف ديال لي بروجي حيت غيحاولوا يزربوا عليهم لي رابر ويلوحوهم، حيت تقريبا ملي كيجي الدخول المدرسي شويه غادي كتعنكش. تيفلو صنع واحد البوز اللي هو فاشل بالبلان ديال انه ولا زيزون وما كيهضرش وحبس الراب، هادشي اللي رجع ليه بزاف ديال المعايير اكثر من يرجع ليه بالاستحسان ديال البيبليك ديالو. من بعد ما رجع لي زوجو لح اكستري اخر من الاو بي ديالو اللي بوس بوس اللي سميتو اولا، كان الكالر جريدين زوين في الكليب. اما بالنسبه للفلو من نهار صدقات لي برام 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 هو عاد في نفس الفلو. حياتنا ما شاحشيش داكشي علاش انا باغي ما رفضتش في ذمة الله، قتلو قتلو الشعب اللي فيها، ايضا كاين اللي في دود سبيحتي سب مستر كريزي كلاشا مونس بواحد الطريقه اللي قليل اللي غادي يفهمها. مهم كتب ليه في واحد ستوري مرحبا ما مرحباش، هاد اللعيبه هادي معروفه عند مونس، سمعوها في هاد ليكستريم. حنا اللي ماضو ما حداناش كاين شي حواله ما حوالاش، عطاو الحوليات دي لا ما حوالاش، وديك الساطه ما حلالاش درابو ما حماناش، هاد النويطه فهاد التعويطه شكون قال فاعي ما حناناش. ما عرفتش بالضبط علاش دق عليه في هاد اللعيبه هادي، ولكن من بعد غادي نعرفو. حليوه في واحد الانترفيو وقال باللي الكلاس ديال مورو كان شي حاجه اللي واعره، يعني هو اللي تكلاس اعترف بهذاك الكلاس وقال لهم ان شاء الله غادي يجاوب عليه. يقول في مثلا موتور داز صافي دزي، الله يخرج هذه الحلقه بخير وعلى خير، عشان نهار قبل العيد راه كندير المستحيل وانا ساكن في حي شعبي، خاصني وسام على هذه الحلقه بعدا. والله المهم مهدي بلاك وين تلاح واحد ستاتيو، هذاك ستاتيو لخص فيه بزاف البلانات اللي طارين في الراب حاليا، ما بقاوش لي سوجيت تقريبا ما بقاوش مواضيع مره، الموضوع الوحيد هو اسمح لي ماما انا مشيت الوالده غادي نمشي ريسكي على قبل كون نجي، انا كندير الكوكايين انا كنشرب تقريبا هادشي اللي قال. وهنا يعني بحال كيدق على زواسيتي كامله ماشي حليوه بوحدو. كلاس اي لاح تراك ديال بليمي، خلينا نديرو الريفيو ديالو. اخيرا كلاس اي لاح بليمي اللي وعد بيه البيبليك ديالو، اللي نقدر نقولو عليه بغى يوصل الميساج ديال بلي الا شفتونا كنديرو شي حاجه خايبه ما تلوموناش، راكم عارفين علاش راه ماشي الخاطر. اما من ناحيه الصوت والفلو كلاس اي معروف عنده ورقه رابحه من هاد الجهه. علقتو خليتهم كيسينو في بلايصهم قريب تقداو الحق. مورفين سولوا لي فان ديالو حيت تقريبا غبر بزاف هاد المره هادي، لي فان ديالو سولوه في تويتر وجاوبهم قال لهم الجديد كاين ورا العيد. انا ما عرفتش كاع الروابط باغيين يلوحوا ورا العيد بالضبط، واش باغيين تيشبعوا بولفاف واللعيبات عقت بكم. الجاسوس البوم مملكه غادي يتلاح نهار العيد حتى هو، والمغرب غيلعب حتى هو نهار العيد، يعني داكشي وطني. ما فهمتش انا اش بان لكم العيد هو اللي تلاحوا في هادشي. تيفلو من بعد ما كان زيزون كيف ما قال ورجع لي الصوت ديالو راه سجل واحد التراك و زيرو تين وهذا اكستريم منه. هيدز هو الكومبوزيتور ديال اغلب الدراري اللي باينين دابا، هيدز حاليا خدام كيكومبوزي في لي زانسترو اللي باقين في الالبوم ديال الفرده حاليا. حتى لي بروديكتور مؤخرا ولاو كيتكلاشاو بعضياتهم، هشام بشري البروديكتور اللي في الغالب كيكون ديال زاوا سيتي كلاشا نيغو اللي كيصور الحاري، كلاشا قال لي زعما انت بعد من الدومين راك ما تصلحش ليه، قال لي يكون قلبتيها فلوغ احسن ليك من انك تبقى دير لا بروديكسيون. القيصر ومورو له واحد التراك اللي هو اولد سكول، خلينا نديرو ليه الريفيو. القيصر ومورو له تراك اولد سكول ديال بصح، الانستروي كان كيستاهل ياخذ تقييم زوين، ومن ناحيه ليريكس مورو كتب احسن من القيصر، هادشي ما كانش بلي القيصر ما كتبش مزيان ولكن لعب على الاكسبليسيت بزاف باش يبين القباحه ديالو. مع الراب لا كنتي سولو معاك الغاشي دير الكيش تلاو باك كنتي باقي انت غابروجي فاش بديت الرابي وصل لحد راحو كسر فوق البيج.
غوزمان لح اخر اكستري من الالبوم ديالو ديال روحانيه. التراك هذا كان لخر في الالبوم وكان بمثابه اوترو، ولكن اغلب البوبليك غادي يوقفوا التراك في الكوبلي ديال السهرمان وما غاديش يبغوا يكملوه، حيت اللوطه بقى غير كيغوت في الاخر ديال التراك. اما الفلو اللي كان لعب بيه غوزمان كلشي قال باللي كيشبه التراك ديال الو بابا اللي قصر بيه فايب. قالوا عربزه وبراش عزينيك تشوف البروش مدان كيكي لي برو ما غسولش شي كيجاك شمسكنا الوتان شمسك شي غلبي الهلال ما غترجلش واخا دراغان هوف وطوطو وجدوا واحد تراك اخر وسجلوه تقريبا غادي يلوحوه وان شاء الله يلقى نفس السكسي ديال شوي بالا. البنج هو لاح واحد ليكستريم من تراك ديال غو لاحو في ستوري ديالو دونك راه قريب يكون ديسپونبل في كاع لي بلاتفورم كيف ما قالوا. ما تسجل واحد تراك في البرود ديال لايونغ وهذا واحد ليكستريم الجديد ديالو. البارتيسيبور بغيتكم تسيبورتيو الدري هذا اللي سميتو عصام بالتراك ديال فايا، خلينا ندير ليه الريفيو بعدا. الى عجبكم التراك بطبيعه الحال انا ما نخافش عليكم، ما كاينش تراك اللي ما تسيبورتاش هنا وما خداش حقه من عندكم حيت سنايبرز اكبر جيش واوعر جيش. تحياتي من هنايا وكنسلم عليكم واحد واحد. انا تقريبا ما كراش نعرفكم كاملين خصوصا الدراري ديال الجروب ديالي كنحترمكم بزاف وهذا اكبر ديديكاس ليكم. عصام هاد الدري هذا عرفتو في الفيتشرينغ ديالو مع غوزمان، من بعد لقيت تراك ديال فايا اللي قصر فيه مزيان واللي كيميز عصام هو الفلو ديالو تقريبا ما كاينش بحال. بهنايا غادي نكون كملت الحلقه ديالي، ما تنساوش ديروا سبسكرايب الناس اللي الله كيشوفوني. مرحبا بكم في هاد لاشين، غادي تلقاو كاع الجديد ديال الراب كل سيمانه كنبقى ندير الميساجور. الناس اللي كيقولوا لي علاش ما درتيش للريفيو ولا التراك، علاش ما درتيش الريفيو ديال التراك، انتوما اللي ما تفرجتوش الحلقات اللي فاتوا. ديما كنقولها لكم الا بنت ليك انا ما دويتش على شي تراك هنايا شوف الحلقه اللي سبقات او الحلقه اللي من قبل منه، حيت انايا كندير ريفيو التراكات اللي تلاحوا في هاد السيمانه صافي والاخبار ديال هاد السيمانه صافي. دونك ما بقاش نهضر على كاع اللي راب وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.